الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت ربي إن شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم اجعل الصعب سهلا علينا برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر وأعن. أحبابي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا أحبابي الكرام نتابع الإخوة الأخوات الذين شاركونا اليوم في برنامج الميسر في التلاوة، وعفوا برنامج حق التلاوة. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذ أردنا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك. معنا عائشة. عائشة المصير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك يا عائشة. ومعنا مازن وليد من معنا فاطمة نصير من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة
وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك. ومعنا يوسف وليد من السعودية. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. رمضان كريم يا شيخنا. الله يحفظك، بارك الله فيك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى معذبين وما كنا معذبين معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير وكم أهلكنا من قرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. انتبه يا بيضو ضم الذال بذنوب وكفى بربك وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا. طيب يلا يا مازن اقرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك هو يا شيخنا. يا مرحبا. حياك الله يا شيخنا، يعني ما تقولش يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى. يا مازن انتوا اثنين حظينها خطأ. معذي الذل شد كسرة معذبين معذبين حتى. طيب اخرج لسانك في طرف اللسان في الذ مع الذال معذبين 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 حتى نبعث رسولا وإذا ردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول دمرنا تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى برب ذنوبه خبيرا بصيرا. طبعا النت عندهم ضعيف فيقطع صدق. احسنت بارك الله فيك. معنا ابو مريم من العراق، تفضل يا ابو مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك. ومعنا أبو مالك عبر الهاتف من السعودية، تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك. ومعنا مفضلة من أوزبكستان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك. ومعنا عمر نصير من الأردن. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك. معنا خالد عبد الجواد من السعودية. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك. معنا سلمى السيد من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر اسمعي ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة لا 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 تضم الراء الراء مضمومة بدون مد يعني لا تشبع الضمة لا ولا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى بربك بذنوب الدال مضمومة وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ومعنا ما يا سيد من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهدي لنفسه يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها قول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا خبيرا بصيرا. أحسنت بارك الله فيك. ومعنا يوسف البلوي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبيها حتى نبعث وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك. ومعنا محمود عبد العال من مصر، تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك. ومعنا إسماعيل الجلال من اليمن، تفضل يا إسماعيل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شهر مبارك علينا وعليك. وعلينا وعليكم جميعا إن شاء الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يعني لو وصلت من البداية وكفى بربك أفضل، ابدأ من هنا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك. معنا عبر الواتساب محمد تاتاي من السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك يا شيخ محمد. ومعنا محمد صفوت من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أحسنت يا شيخ محمد، بارك الله فيك. ومعنا إدريس البرناوي من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك يا شيخ إدريس. ومعنا عبد الرحمن الخلدي من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. ومعنا ياسر الهوساوي من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها
دمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أحسنت، بارك الله فيك يا شيخ أبساوي. شيخ ياسر، يعني يبدو أنك لسه مستيقظ من النوم، الصوت رايح خالص يا شيخ. إن شاء الله المرة القادمة يعني تكون فيأ وسجل بصوت جهوري أكثر من هذا، بارك الله فيك. ومعنا أنس أبساوي من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك يا شيخ أنس. ومعنا رحمة من الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك يا رحمة. ومعنا يوسف من الجزائر. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك يا يوسف على هذا الأداء الرائع. ومعنا أبو خالد من سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيكم. معنا عبد الله نبيل من الأردن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك. ومعنا إلياس خالد من العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومعنا أبو الياس من العراق. حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك. معنا إبراهيم العتيق من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم. ومعنا إبراهيم القحطاني من السعودية. معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أحسنت يا إبراهيم، بارك الله فيك. ومعنا عبد الله البرناوي من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما
إنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. ومعنا خالد الزيادي من السعودية. يا شباب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك أخ خالد. بإذن الله تعالى قد انتهت المشاركات اليوم ونشكر جميع الإخوة وإن شاء الله تعالى سنقرأ ورد الحلقة القادمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. أشكركم جميعا على المتابعة والمشاركة ونشكر فريق العمل. كل عام أنتم بخير. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نسيان أو زلل فمنه من الشيطان والله رسوله منه براء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون